أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن العمل جار ضمن استراتيجية الوزارة على تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية والخدمية بمحافظة المحرق، والتي تأتي ضمن حزمة المشروعات ذات الطابع الخدمي الداعمة لأهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى، ويأتي تنفيذها بناء على موافقة مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.